عظمت العرب وأمر الجوار أو ما يسمى اليوم بلهجتنا بالدخيل، حتى وإن أدى ذلك إلى مشاكل سياسية وأمنية مع قبائل أخرى. فما دام أن هذا الرجل التجأ إلينا وجب حمايته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الطائف دخل في جوار رجل مشرك وهو المطعم بن عدي، وقد تذكره يوم بدر لما وقع الأسرى بين يديه فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأجبته. لما خرج امرؤ القيس مطالبا بدم أبيه ترك أدراعه عند رجل يهودي يقال له السموأل بن عادياء، فحفظ السموأل الأمانة وقتل ابنه بسبب هذه الأمانة، فصار مضرب المثل بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصل حصين وجار غير غداري. التجأ رئيس الوزراء العراق السابق رشيد الكيلاني إلى المملكة العربية السعودية فارا من بريطانيا، وطالبت به بريطانيا والحكومة العراقية آنذاك، إلا أن الملك عبد العزيز رحمه الله رفض تسليمه، بل قال الأمير فيصل رحمه الله تعالى: لو لم يبق في آل سعود إلا رجل واحد ما سلمنا رشيد الكيلاني، وصار مضرب المثل مثل زبنة رشيد. ولما فر عباس حلمي باشا من الدولة العثمانية قالوا له ما يفك كل حريب الدول محمد بن دوخ بن سمير من الشيوخ الولد علي بن عنزة، فذهب إليه والتجأ إليه، وسيرت الدولة العثمانية جيوشها إلى الولد علي بن عنزة فظلت صامدة وقتل 150 رجلا حتى رضيت الدولة العثمانية بعد ذلك بالصلح. يا حمود ما نعطي دخيل النصانى لو تجتمع كل العساكر والأروامي. في سنة 1258 من الهجرة استولى متسلم البصرة مصطفى آغا الكردي على ما في يده من خزينة الدولة العثمانية وانتهك حرمتها، ففر هاربا إلى الكويت عند الشيخ جابر بن صباح رحمه الله تعالى. ومع ما كان بين الكويت والدولة العثمانية من الاحترام المتبادل إلا أنه حمى الدخيل والجوار، فقال واحد من أهل العراق: يا ابن صباح أو الدخيل ولا فمالك مسكنه؟ رد عليه كويتي: السماء والكافر ما أدى الدخيل، هل كيف سادات العرب تعجز عنه؟ واليوم من أعظم مبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الأمم الغربية هي حماية حق اللاجئ السياسي، بل قد تسقط حكومات إن خفرت ذمته، إلا الدخيل فلا تروعوه.